خلينا نروح لمداخله هامه قوي قوي مع نجم من نجوم النادي الاهلي بالتحديد في الموسم ده، واللي اثر بشكل مميز جدا 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 في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، حتى لو الاصابه في الاخر بعدته شويه، ولعيب عنده شخصيه قويه، الشخصيه بتاعته دي قادته للظهور بمستوى مميز جدا جدا مع النادي الاهلي هذا الموسم بالتحديد، وما اتكلمش خالص بالمناسبه. فبالتالي هيتكلم معانا دلوقتي كريم نيدفيد نجم النادي الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. نور امير، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. اخبارك يا حبيبي؟ منور قناه الاهلي يا كريم. منوره منوره بالناس كلها بتتفرج علينا حبيبي كيمو. يعني في البدايه طبعا انا عايز ابارك لك على بطوله الدوري، وانت من اللعيبه اللي اثرت جدا في البطوله دي، ومن اللعيبه اللي بان اهميتهم بالتحديد الموسم ده، سواء في مسيره النادي الاهلي المحليه او مسيره الاهلي الافريقيه. فالف الف مليون مبروك يا كريم في البدايه على هذا اللقب الغالي. يعني الله يبارك فيك يا امير، ومبروك على جمهور النادي الاهلي على لقب كان مهم بالنسبه لنا، لقب مهم. قدرنا، كان في احداث كتير، في احداث صعبه قدرنا نرجع فيه من صوره ما كناش بادئين موفقين فيها، قدرنا نرجع وحطينا بصمتنا وشخصيتنا وشغلنا اللي احنا على طول بنتكلم بيه، احنا بنحب طبيعتنا وطبيعه النادي الاهلي ما بنتكلمش بنشتغل. والحمد لله بشغلنا وادائنا وطريقتنا وشخصيتنا قدرنا نرجع وحققنا اللقب الحمد لله. طيب كريم، انت من الناس، وانا بحب اتكلم دايما بصراحه، من الناس اللي واجهت انتقادات لفتره طويله قوي قوي قبل الموسم ده، لكن الناس كلها، كل اللي انتقد كريم نيدفيد اتفاجئ بامكانيات هذا اللاعب وقدرته على صنع الفارق في فريق كبير بحجم النادي الاهلي. اتعاملت ازاي في الفتره دي عشان تقدر توري للناس امكانياتك الحقيقيه والكل مبسوط منها، وكل جمهور النادي الاهلي كمان مستنيك العوده من الاصابه، وهنتكلم في الاصابه يعني في سؤال لاحق، لكن اتكلمني على الجزئيه دي بالتحديد الاول. والله يا امير، حته الانتقادات دي ده جزء من الكوره عامة، كويس. يعني ده جزء الواحد بيعتبره جزء مهم جدا. في انتقادات طبعا بتبقى انتقادات مهمه للواحد، انتقادات بتبني شخصيته، بتاثر في شخصيته وبتفيده، وفي انتقادات ما بتبقاش مبرره للواحد، لكن الواحد اكتسب خبره كبيره في الفتره اللي هو كان فيها انتقادات كبيره دي، قدر يفهم او يتعلم او يسمع من ناس كتير. كل الحاجات دي طبعا اثرت في شخصيتي، اثرت في طريقتي، وكانت في الفترة الأخيرة كان الموضوع كله ماشي تحدي مع نفسي أنا ومع شخصيتي أنا، إن أنا قادر إن أنا أكون موجود في النادي الأهلي وقادر أشيل شيرة النادي الأهلي، والحمد لله ده حصل في الآخر، وأثبتت لنفسي قبل ما أثبت لأي حد إن أنا قادر، وقادر أكون موجود في النادي الأهلي وأشيل شيرة النادي الأهلي، وقادر إن أنا أعمل تاريخ ليا جوه النادي الأهلي. فدي كانت، ده كان أهم هدف بالنسبة لي في الفترة اللي فاتت، ده اتحقق، واللي حصل ده كله ده كان نتيجة شغل وتعب طبعا سنين، مش حاجة يعني مش خلال شهر ولا اثنين ولا ثلاثة، لا ده من ساعة ما رجعت النادي الأهلي يعني فعلا كنت بتعب، فعلا كنت بعمل اللي عليا فعلا، كان في توفيق في فترة، ما كانش في، كان في ظروف عكسي في فترة، بس كل ده ما كانش مشكلة، أنا ربنا عوضني في الآخر خير الحمد لله. الحمد لله، ومستنيين منك المزيد من التألق، لكن بالتالي أنا عايز أتكلم على دور مستر مارتين لاسارتي معاك يا كريم، لأن الراجل في الحقيقة أول ما هو جه عرف يستغل كريم نيدفيد بشكل كبير، وشفنا مدى تاثير كريم في ارضيه الملعب. دور مستر لاسارتي معاك كان ايه؟ طبعا مستر لاسارتي كان ليه دور كبير، ان انا اتحول من الشكل اللي انا كنت بلعب لصوره مختلفه تاني مني. مستر لاسارتي حطني ووظفني في المكان اللي انا بحب العب فيه، او المكان اللي اقدر اطلع فيه امكانياتي. يعني انا اشتغلت مع كابتن يوسف في مكان التوب رايت، اديت 10 او 12 ماتش بصوره كويسه، ما كنتش كنت شغال كويس، شغال بطريقه كويسه بصوره كويسه، لكن لما جه مستر لاسارتي حطني في مكاني، عرفت اطلع، عرفت اصور، عرفت اسجل اجوان، كل الحاجات دي يعني فرقت معايا طبعا. اكيد ده كل شيء، كل ده شيء مهم جدا بالنسبه لك، ودور مستر لاسارتي واضح في الحقيقه في تطوير اداء كريم نيدفيد. لكن في نفس الوقت السنه الجايه ان شاء الله في منافسه كبيره جدا في وسط الملعب يا كريم، بتشوف المنافسه دي ازاي؟ الخط قطع، يا ريت نحاول نعاود نتواصل مع كريم نيدفيد على الهاتف، لان كلامه مهم جدا في الحقيقه، وبصراحه لعيب مميز قوي، ولعيب فعلا فعلا مش مبالغه بان تاثيره وامكانياته مع النادي الاهلي بالتحديد الموسم ده. بيلعب بوكس بوكس بشكل جيد جدا، بيسدد على المرمى كمان بشكل رائع، احرز عدد من الاهداف سواء افريقيا كمان او محليا. مستر لاسارتي في الحقيقه يحسب ليه توظيف كريم نيدفيد بشكل جيد قبل الاصابه، ومهم جدا ان احنا نجيب كريم نيدفيد تاني يا جماعه، ان عايزين نطمن طبعا عليه بخصوص اصابته، هو كان اجرى جراحه بالغضروف، وان شاء الله نتمنى له العوده سريعا ان شاء الله خلال الفتره الجايه. طيب كنا بنتكلم على الاعارات، وبالتحديد من الاخبار المسائي، واللي بيقول كلمه السر
تهدئة الثورة. طيب قبل ما نتكلم برضو في بقية الأخبار نروح تاني لكريم من ندفد. كنا بنتكلم على دور مستر لاسارتي، معاك يا كريم، وانت أشدت جدا بدوره معاك وتطويره لأدائك داخل أرضية الملعب. مستر لاسارتي أكثر من كمان شخصيا فعلا عدد من اللعيبه كان واضح كتير مع كذا لعيب في الفرقه، كان في اختلاف في اختلاف في ادائهم. هو كان بيتعامل معانا في الفتره دي نفسيا كويس قوي، ان احنا كنا في الفتره دي محتاجين التعامل النفسي كويس، وهو قدر يوصل لنا من الحته دي، خلانا نطلع اللي عندنا كله كويس. اثر معانا كتير الصراحه، وهو سبب من الاسباب اللي احنا وصلنا للمستوى ده كتيم مع بعض كلنا. بالظبط. طيب المنافسه بقى في نص الملعب يا كريم، واحنا عارفين النادي الاهلي مليء باللاعبين المميزين في هذا المركز بالتحديد، بتشوف المنافسه ازاي من وجهه نظرك؟ انا عامة بشوف الامين عموما في المنافسه دي كلها صالح الفرقه وصالح بالظبط المجموعه ككل، كل الحاجات دي فيها فايده للنادي، سواء موجودين يعني انا بقالي 3 سنين موجود في النادي الاهلي، هي نفس المنافسه، هي نفس الصوره، نفس اللعيبه، بيختلف مراكز او بيختلف ناس جديده على الموجودين، لكن كلها بتبقى صالح الفرقه في الاخر، واحنا ده اللي احنا بنتمناه، يعني كل اللعيبه تحس ان في منافسه، ان ده بيخليها تطلع اللي عندها اكتر، تخليها تتمرن اكتر، تتعب اكتر. ان اوحش احساس على لعيب الكوره ان هو يبقى عارف ضابط مكانه او ضابط ان هو هيلعب، صح، اوحش احساس بيبقى وصل لها. دي جزئيه مهمه. انا بشوف دي حاجه كويسه وحاجه مفيده للفرقه وللعيبه. طيب لاصابتك بقى يا كريم، طمنا على الاصابه وطمن جمهور النادي الاهلي، يعني دايما الناس بتسال كريم نيدفيد اصابته واخبارها ايه، هيرجع امتى ان شاء الله باذن الله، واحنا نتمنى لك العوده سريعا طبعا في الحقيقه. اخر تطورات الاصابه ايه؟ والله انا كنت سافرت عملت عمليه بره في المانيا ورجعت، كان حصل مشاكل كده، كان في شويه ورم شويه زياد مره واحده، وبعد كده رجعنا الورم ده واحد رجع تاني، ففي لخبطه كده في الركبه مستقره الحقيقه، ما كانتش مستقره، بقالنا تقريبا اسبوع الحمد لله الدنيا مستقره، ماشي في البرنامج زي ما هو، لكن ما فيش ميعاد لسه صريح بان انا هنزل فيه، ان انا بنمشي يوم بيوم، يعني الحاله كويسه ان انت بتشتغل او تزود، الحاله بيحصل حاجه في ركبتي فبنقلل شويه في الشغل، فلسه الركبه ما استقرتش بنسبه 100%. ان شاء الله الامور تبقى كويسه وافضل كمان خلال الايام القادمه وتعود سريعا للنادي الاهلي. كان في سؤال برضو جه على بالي دلوقتي يا كريم، قبل الاصابه البعض كان بيتكهن وبيقول ان كريم نيدفيد بنسبه كبيره ممكن يروح منتخب مصر، قبل الاصابه هل حد كان تواصل معاك بخصوص المنتخب؟ بخصوص المنتخب؟ المنتخب الاول؟ لا لا، ما حدش تواصل معايا خالص بخصوص المنتخب الاول خالص، لكن انا شخصيتي عامه بحس ان انا اتمنى اكون في المنتخب الاول، بس انا حاسس لسه في دنه لسه عندي محتاجه ان انا اطورها ومحتاجه كويس عشان اوصل لمرحله ان انا اكون في المنتخب الاول، ان انا من النوع في شخصيتي بحب لما اوصل لحاجه ما ارجعش عنها تاني، يعني سواء في اللعب لما رجعت النادي الاهلي ما كنتش حابب ان انا ارجع، يعني بعد ما اطلع يقولوا لي اطلع اعاره وانا احس ان انا مش قادر ان انا اكمل في النادي الاهلي، نفس الفكره بينطبقوا على المنتخب الاول، يعني حابب لما اوصل لمرحله المنتخب افضل مكمل المنتخب الاول، زي مثلا زي احمد زكي، زي اللعيبه اللي بتكمل كويس المنتخب الاول لمده 10 و12 سنه، في شخصيتي وداتا كتير على طول، فانا يعني كنت حاسس ان انا كويس او ان انا اقدر اكون موجود، بس مش هقدر، انا حابب لما اكون موجود في المكان اكون اضيف للمكان اخدم المكان، ده ما كنتش انا حاطه لسه الفتره اللي جايه، حاسس ان كان في حاجات محتاجه اطورها تاني الفتره اللي جايه، فاتمنى ان الحاجات دي اقدر اطورها الفتره الجايه بعد ما ارجع ان شاء الله ابقى سليم واكون متواجد باذن الله. كلام مميز جدا في الحقيقه منك يا كريم. بالتالي عايز اسالك اخيرا على بطوله دوري ابطال افريقيا و البدايه اللي فيها ان شاء الله خلال كام يوم النادي الاهلي هيبتدي مشواره في هذه البطوله، بالتحديد البطوله دي مستنيها قوي جمهور النادي الاهلي يا كريم، اللعيبه بتفكر ازاي بخصوص هذا اللقب؟ طبعا احنا دي اهم بطوله طبعا للنادي الاهلي، ده تفكيرنا احنا كلعيبه، يعني احنا اصغر لعيب موجود في الفرقه عندنا اللي هو تقريبا انا اصغر لعيب في الفرقه، انا واخد الدوري 3 مرات، واخد الكاس، واخد السوبر، فطموحنا خلاص احنا كلعيبه اللي هو حتى الصغيرين ما بقاش الواحد لما بيرجع تاني انا عايز اخد الدوري، عايز اخد الكاس، بس هنا بقت مختلفه، كله الفرقه من الكبير للصغير كله تفكير ان هو ياخد بطوله افريقيا، يعني نكون موجودين نحقق البطوله بتاعت علينا باذن الله، ده تفكير جماعي، تفكير اداره، تفكير جهاز فني، لعيبه، العمال، كله بيفكر بنفس الفكره دي، ان احنا نرجع البطوله افريقيا تاني للنادي الاهلي. ده قعداتنا، ده كلامنا، ده كل حاجه احنا بنقولها، ان احنا ما بنتكلمش في اي حاجه غير بطوله افريقيا. بنركز طبعا في كل حاجه في الدوري، في الكاس، في السوبر، كل حاجه، بس تركيزنا الاول والاخير يبقى بطوله افريقيا، واتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه ونرجع بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. بالتالي عايز منك قبل ما اقفل معاك رساله لجمهور النادي الاهلي المنتظر عودتك واللي منتظر كمان المزيد من البطولات من فريق النادي الاهلي.
طبعا ببارك لهم طبعا على بطوله الدوري، وبشكرهم على دعمهم وتثبيتهم ليا في الفتره اللي فاتت كلها، ودعمهم وتثبيتهم لما اتصبت كمان. بتبقى الحاجه كويسه لما تلاقي وانت مصاب او انت في وقت مش كويس بتلاقي الناس بتهرب وبتستنك، دي حاجه كويسه ليك. فاحنا ده اللي احنا بنتمناه من الجمهور على طول، بالذات الوقت اللي احنا بقى مش كويسين فيه، او الواحد ان شاء الله ده اللي بنتمناه ومحتاجين دعمهم. واحنا ان شاء الله نوعد ان بقى نشوف في كل الاوقات ان شاء الله. ان شاء الله يا كريم، انا بشكرك شكرا جزيلا. طبعا نجم كبير من نجوم النادي الاهلي هذا الموسم كريم نيدفيد، لاعب مميز جدا، بشكره طبعا. هو كان معانا على الهاتف، مداخله كانت مهمه جدا، وهو